نسأل ونتضرع إليك أيها السيد الله الآب ضابط الكون والابن الوحيد القدوس خالق الكل ومدبرهم والروح القدس المحيي الثالوث المقدس الذي تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما في الأرض. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا من أجل السلام العالية وتآلف سائر البيع التي في العالم والأديرة والمجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها. يا الله تحنن على خليقتك ونجها من كل سوء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من بقدرته دبر حياة الإنسان قبل خلقته وصنع له الموجودات بحكمته وزين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والقروم والأودية بالعشب والزهري. أنت الآن يا ملكنا اقبلت الباط عبيدك الواقفين بين يديك القائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله وجعل فيه نفسا حيا عاقلة ناطقة ارحم يا رب قبلتك التي خلقتها وتحنن عليها وأرسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المستعين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من خلصت عبدك نوح ونجيته من الطوفان هو وبني ونساءهم وأيضا الحيوانات الطاهرة والغير الطاهرة لأجل تجديد الأرض مرة أخرى. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الباري رازق الكل نجي شعبك من طوفان بحر العالم الزائل وارفع عنهم كل مكروه وكل الحيوانات أيضا وسائر الطيور أعطيها قوتها لأنك تعطي للدواب رزقا ولفراخ الغربان قوتا. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من ضيف عند إبراهيم رئيس الآباء واتك على مائدته وبارك في زرعه أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبة عبيدك وكهنتك الواقفين بين يديك وترأف على العالم وخلص شعبك من كل شدة وحل فيهم وسر بينهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. نطلب إليك يا رب لكي تحرسنا من جميع الشرور وترأف على خليقتك وجميع شعبك
لأن أعين الكل تترجاك، وأعطيهم طعامهم في حينه. يا مغذي كل ذي جسد، يا عونا من لا عونا له، يا رجاء من لا رجاء له. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التي لا تغفل، وخلصت يوسف من امرأة سيده، وجعلته ملكا على مصر وأحوالها، وأجزيت عليه أيام الشدة، فأتي إليه إخوته وأبوه يعقوب وسجدوا بين يديه، وأخذوا منه حنطة لقوت بنيهم ومواشيهم. نحن الجميع أيضا نخضع لك برؤوسنا، ونسجد بين يديك ونشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال. ونجنا يا الله من كل شدة، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الإله، كلمة الآب الفاعل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم، خلص شعبك من كل ضيقة ودبر حياتهم كحسب إرادتك الصالحة، وارفع عنا كل القحط والبلية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت طلبة إلي تثبيتي عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض، وباركت في كيلة الدقيق وقست الزيت في بيت الأرملة، اقبال طلبة شعبك بصلوات قديسيك وأنبيائك الأطهار. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله، تراءف على العالم بعين الرحمة والرأفة، وبارك في كل غلاتهم ومخازنهم وفي القليل الذي عندهم، واصعد مياه الأنهار كمقدارها، وهب اعتدالا للأهوياء، ونيل مصر باركوا في هذا العام وكل عام، وفرح وجه الأرض وعلنا نحن البشر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت توبة أهل نينوى عندما صام الجميع، وقبلت إليك اعترافا لص على الصليب، هكذا نحن جعلنا مستحقين لرضاك وتحننك، لندعوك قائلين اذكرنا يا رب إذا جئنا في ملكوتك، واقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوعة على مذابحك المقدسة
بخورا طيبا وارحمهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد الذي امتحن عبده أيوب وشفى من بلاياه ورد عليه ما فقد منه، أزيد مما كان، ارحم شعبك وخلصه من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد. يا ناصر جميع المتوكلين عليك نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا كلمة الآب الذي عاهد تلاميذه الأطهار وغسل أقدامهم واجعلهم رؤساء المؤمنين ومنارا للدين وأشبع بهم النفوس الجائعة وعلمهم الصلاة قائلين: أبانا الذي في السماوات لا تدخلنا التجارب لكن نجينا من الشرير. نسألك يا رب اسمعنا ورحمنا. يا صانع العجائب والمعجزات ومن أشبع الألوف من الخمس خبزات وأقام الأموات وبارك في العرس بقانا الجليل، الآن أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونخلهم ومتاجرهم وصنائعهم ومباشراتهم. نسألك يا رب اسمعنا ورحمنا. يا رب خلص شعبك وحوط بهم من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي وإرفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها وحنن عليهم قلوب المتولين عليهم وعطف قلوبهم على إخواتنا المساكين بالإحسان وابعد عنهم كل مكروه. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب يا من ترك لنا عهده القدوس جسده ودمه حاضرا عندنا كل يوم على المذبح خبزان وخمرا بحلول روح قدسي وأوصانا قائلا اصنعوا لذكري. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا ارحم شعبك وخليفة رسلك وأعطي بركة لثمرات الأرض وابهك قلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المولود من الآب الذي تجسد من البكر العذراء البتول مريم في
في آخر الأيام الذي قال لتلاميذه القديسين: امضوا وتلمزوا كل الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به، هو ذا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء العالم. كن أيضا مع شعبك الصارخين إليك قائلين: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا غافر الخطايا ومانح العطايا، اغفر خطايا شعبك وطهرهم من كل دناس، واغسلهم من كل غش، وابعد عنهم اليمين الحانسة وكل حسد وكل نميمة، وانزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل الشكوك والكبرياء وكل قساوة وتكبر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أنت يا يسوع خلاصنا، يا والدة الإله الحصن المنيع الغير الواقع، إليك نسأل مشورة المعاندين لنا أبطلين، وحزن عبيدك إلى فرح ردي، ولمدينة نصوني وعن الملوك الأرثوذكسيين حاربي، وعن سلامة العالم والبيع اشفعي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله الرحمة والرافة ورب كل عزاء، لا تسقط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا، ولا تغضب علينا ولا يدوم غضبك إلى الأبد. أنصت يا إله يعقوب وأنظر يا إله عوننا، وارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والجلاء وسيف الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التي لك يا الله، نطلب إليك أن تبقي لنا وعلينا حياة أبينا المكرم البطريرك الأنبا طوادروس الثاني، وأن تحفظ لنا حياته وتثبته على كرسيه عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، نطلب من جودك ومراحمك العالية أن تبقي لنا وعلينا حياة أبينا الأسقف المكرم الأنبا غبريال، أعطيه حفظا للكهنة، طهارة للشمامسة، قوة للشيوخ، فهما للأطفال، عفة للأبكار.
نسكا للربان والراهبات، نقاوة للمتزوجين، صونا للنساء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا في يسوع، وأيضا الضالين والمسافرين ردهم، والأرامل والأيتام علهم، والجياع والعطاش أشبعهم، والذين عليهم دين أوف عنهم وسامحهم، والمحبوسين والذين في الشدائد أفرج عنهم، والمرضى اشفيهم، والراكدين نيحهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا يسوع. يا إله أبائنا القديسين، لا تتخلى عنا ولا تخيب رجاء الذين خلقتهم بيدك الطاهرة، وأظهرت محبتك للبشر. أيها الرحوم، اقبل من والدك شفاعة من أجلنا وخلصنا. يا مخلص شعبا متواضعا، لا تغفل عنا إلى الغاية ولا تسلمنا إلى الانقضاء. من أجل اسمك القدوس لا تنقض عهدك ولا تبعد عنا رحمتك. من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب وإسرائيل قديسك، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا يسوع. اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويغفر لنا خطايانا يا يسوع. اطلبوا عن سلام الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية الكنيسة وخلاص الله في الشعوب والطمأنينة بكل موضع، ويغفر لنا خطايانا يا يسوع. اطلبوا عن أبائنا وإخواتنا المرضى بكل الأمراض في هذا الموضع وكل مكان، لكي ينعم لنا الرب إلهنا وإياهم بالعافية والشفاء، ويغفر لنا خطايانا يا يسوع. صلوا وأطلبوا عن أبائنا وإخواتنا المسافرين والذين أضمروا السفر بكل مكان ليسهل طرقهم جميعا، إن كانوا في البحار والأنهار أو الينابيع أو الطرق المسلوكة، والذين جعلوا سفرهم بكل نوع لكي يرشدوا من رب إلهنا ويردهم إلى مساكنهم بسلام، ويغفر لنا خطايانا يا يسوع. صلوا وأطلبوا عن أهوية السماء وثمرات الأرض وكل الأشجار والكروم وكل شجرة مثمرة في جميع المسكونات،
لكي يباركها الرب إلهنا ويكملها بسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا وأطلبوا لكي يعطينا الله رحمتان ورأفتان أمام السلاطين الأعزاء ويعطف قلوب المتولين علينا بالصلاة في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلوا وأطلبوا عن أبائنا وأخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البال، أبائنا البطاركة وأبائنا المطارنة وأبائنا الأساقفة وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخوتنا الشمامسة وأبائنا الرهبان وأخوتنا العلمانيين وعن كل الذين تنيحوا من المسيحيين، لكي ينيح الرب إلهنا نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. صلوا وأطلبوا عن المهتمين بالصعائد والقرابين والخمر والزيت والبخور والسطور وكتب القراءة وكل أواني المسبح، لكي يعوضوا من رب إلهنا عن أتعابهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا. صلوا وأطلبوا عن موعظي شعبنا لكي يباركهم الرب ويفتح عيون قلوبهم ويثبتهم على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. صلوا وأطلبوا عن هذا المسكن وكل مساكن وأديرة الشعوب الأرثوذكسيين في البراري والشيوخ السكان فيها وعن طمأنينة كل العالم معان، لكي يحفظنا الرب إلهنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ويغفر لنا خطايانا. صلوا وأطلبوا عن حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الأساقفة الأب البطريرك الأنبا تودروس الثاني وكذلك شريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا غبريال، لكي يحفظ الرب لنا حياتهم ويثبتهم على كرسيهم سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة ويغفر لنا خطايانا. صلوا وأطلبوا عن آبائنا المطارنة والأساقف الأرثوذكسيين بكل مكان والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل طغمات الكنيسة، لكي يحفظوا من مسيح إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا وأطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، لكي يباركهم الرب إلهنا ويكملهم بسلام
ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن تدبير البيع المقدسة وكل رتب الكهنوت لكي يباركهم الرب إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل نفس لها تعب في الكنيسة المقدسة ومع الشعب الأرثوذكسي لكي يضع الرب إلهنا معهم رحمة ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن محب المسيح الأراخنة الذين أمرونا أن نذكرهم بأسماءهم لكي يباركهم الرب إلهنا ويذكرهم بالرحمة ويعطيهم النعمة أمام السلاطين الأعزاء ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المساكين والفلاحين والضعفاء وعن كل نفس متضايقة كل نوع لكي يتراءف علينا الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل المتضايقين الذين في السجون وفي المطابق والذين في الناف أو في السبي والمربوطين من جهة رباطات الشياطين لكي يعتقهم الرب إلهنا من متاعبهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل النفوس المجتمعة معنا اليوم في هذا الموضع يطلبون الرحمة لنفوسهم لكي تدركنا مراحم الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن الذين أوصونا أن نذكرهم كل واحد باسمه لكي يذكروا من رب إلهنا بالصلاة في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض بالنيل ويعوننا نحن البشر ويعطي النجاة لشعبه والماشية ويرفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والسبي وسيف الأعداء ويجعل الهدوء والسلام والطمأنينة في البيع المقدسة ويرفع شأن المسيحيين في كل مكان وفي كل المسكونة إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن هذه البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح لكي يكملها لنا بسلام ويرينا بهجة قيامته المقدسة
ونحن جميعا سالمين، ويغفر لنا خطايانا. Alleluia, Alleluia.